أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في سوريا اليوم، ونناقش في هذه الليلة إدلب من جديد أمام ناري الاقتتال الداخلي وتهديدات الخارجية، فهل من منقذ لها ولسكانها وللنازحين والمهاجرين إليها؟ كما نناقش في المحور الثاني الاستهداف الجديد لمواقع تابعة لميليشيات أيضا تابعة لإيران في دير الزور، استهداف مجهول المصدر لكن وحدة الهدف تجعل خيارات معرفة الفاعل تشمل عدة جهات. كل ذلك وأكثر بعد نشرة موجزة مع الزميل مؤمن سراج الدين. إليك مؤمن. شكرا لك نور، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي إن بلادها جمدت سحب قواتها من سوريا إلى أن تحقق أهدافها. هيلي بيّنت أن الولايات المتحدة لديها ثلاثة أهداف هي ضمان عدم استخدام الأسلحة الكيماوية بأي شكل يمكن أن يعرض مصالح الولايات المتحدة للخطر، وهزيمة تنظيم الدولة نهائيا، وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران، مؤكدة أن واشنطن ستفرض عقوبات اقتصادية على روسيا وشركات مرتبطة ببرنامج النظام السوري للأسلحة الكيماوية. أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أنه لا يمكن الجزم بأن النظام السوري ما زال يمتلك أسلحة كيماوية، مؤكدا في ذات الوقت أن الضربات ضد النظام لن تغير دفة الصراع حسب تعبيره. الوزير البريطاني وفي تصريحات صحفية له قال إنه ليس هناك اقتراحات حاليا بشأن مزيد من الهجمات على النظام، مضيفا أن لندن ستواصل الضغط على النظام السوري من أجل الجلوس إلى طاولة التفاوض. قدمت كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مشروع قرار متعدد الأوجه حول سوريا، يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية، حيث من المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأنه يوم الاثنين المقبل. وبحسب مصادر دبلوماسية فإن المشروع الذي صاغته فرنسا لم يحدد موعدا للتصويت على نصه، وذلك تبعا لرغبة باريس في التمهيد لمفاوضات وصفتها بالحقيقية. ويجمع مشروع القرار المقدم داخل المجلس الجانب الكيماوي والإنساني إضافة للسياسي، ما يجعل اقتراح المشروع هذا هو الأول من نوعه منذ أكثر من 7 سنوات. قال الائتلاف السوري المعارض إن الضربة العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا خطوة مهمة باتجاه تقويض الإمكانيات العسكرية للنظام السوري. وفي بيان له أكد الائتلاف على أهمية استمرار الضربة العسكرية حتى استكمال أهدافها في منع النظام وحلفائه من استخدام أي سلاح ضد المدنيين في سوريا، مشددا على أن يكون هدف التحالف من هذه العملية هو إرغام النظام السوري على القبول بالعملية السياسية وفق جنيف 1 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. في السياق، التقى فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دمشق مع نائب وزير خارجية النظام فيصل المقداد لنحو 3 ساعات بحضور ضباط روس ومسؤول أمني بارز في النظام. جاء هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المنظمة محاولة فريقها الوصول إلى مدينة دوما التي شهدت هجوما كيماويا في 7 من هذا الشهر. بعد يوم من الضربات الأمريكية الفرنسية البريطانية على مواقع عسكرية للنظام السوري، أعلن فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وصوله إلى دمشق لإجراء تحقيقات بشأن مجزرة الكيماوي بدوما التي ارتكبها النظام السوري قبل أيام، حيث قالت المنظمة إن فريقها سيحاول الوصول إلى المدينة لبدء التحقيقات التي ستمتد أيضا إلى عموم سوريا بحسب المنظمة، وذلك للحصول على معلومات وأدلة على استخدام السلاح الكيماوي الذي أكدت عدة دول غربية وأجهزة استخبارات استخدامه على يد النظام. We've had 6 resolutions that would really bring Assad to justice, call Syria out for chemical weapons. الضربات العسكرية الغربية والحقائق الموجودة على الأرض لم تمنع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من القول إن مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا تتطلب تحقيقا دوليا، مضيفا أن محققين دوليين مستعدون لزيارة موقع هجوم دوما.
وثمة من يتساءل عن جدوى هذا التحقيق بعد سيطرة القوات الروسية على المنطقة التي ادعت أنه لا يوجد أي دليل على استخدام الكيماوي، وأن الهجوم كان مجرد مسرحية شاركت في إعدادها مخابرات دولة تشن حملة كراهية على روسيا في إشارة إلى بريطانيا. وصلت الدفعة 19 من مهاجري مدينة دوما إلى جرابلس بريف حلب الشمالي ضمن اتفاق وقع بين الجانب الروسي وجيش الإسلام. فريق منسقي الاستجابة في الشمال السوري ذكر عبر بيان أن 97 حافلة وصلت إلى ريف حلب الشمالي تقل نحو 3000 شخص، ووصلت 8 دفعات من مهجري المدينة توزعت على مناطق ريف حلب الشمالي. وبحسب المنظمة فإن عدد الواصلين من مدينة حلب إلى ريف حلب إلى ريف حلب بلغ قرابة 19000 شخص. إلى الشرق، حيث استهدفت غارات جوية مجهولة المصدر مساء أمس مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية التابعة له في دير الزور. وقالت شبكة فرات بوست إن القصف استهدف الميليشيات الإيرانية قرب مطار دير الزور، فضلا عن استهداف مركز للبحوث العلمية يوجد فيه الحرس الثوري الإيراني، فيما نفت ميليشيا حزب الله تلك الأنباء. أفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا بسيطرة هيئة تحرير الشام على مدينة خان شيخون ومناطق أخرى في ريف إدلب الجنوبية عقب اشتباكها مع جبهة تحرير سوريا منذ صباح اليوم الجاري. ووفق المصادر، سيطرت الهيئة على مدينة مورك ومعبرها الاستراتيجي في ريف حماة الشمالية، إضافة إلى مدينة مورك ومعبرها الاستراتيجي بعد معارك مع جبهة تحرير سوريا. وحاول أكثر من مرة العديد من الوسطاء والوجهاء التدخل بينهما لحل الخلاف وعقد اتفاق هدنة، إلا أن جميع التدخلات باءت بالفشل إثر عودة اشتباك الطرفين. حذر وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان من وقوع كارثة إنسانية في مدينة إدلب. وقال لودريان إن عدد سكان إدلب يبلغ حاليا نحو 2 مليون نسمة، من بينهم مئات الآلاف من السوريين الذين تم تهجيرهم من مدن سورية أخرى. وأضاف الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دي ديمونش أن مصير المدينة لابد أن يقرر من خلال عملية سياسية. وكان مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاية قد أعرب خلال زيارته دمشق أخيرا عن أمله في تحرير إدلب قريبا وفق تعبيره. شن تنظيم الدولة فجر اليوم الأحد هجوما واسعا على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في محيط قرية الهجين شرق دير الزهرة. وقالت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين بالتزامن مع قصف مدفعيا وصاروخيا في الوقت الذي تستخدم فيه قسد حشودا عسكرية بغية بسط سيطرتها على قرية الهجين. هذا وشن تنظيم الدولة في الأسابيع الماضية عدة هجمات على قوات النظام والميليشيات الإيرانية في دير الزهرة. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات النظام السوري قصفت بالمدفعية الثقيلة منازل المدنيين في بلدة الطيبة الغربية التابعة لمنطقة الحولة في ريف حمص الشمالي دون أنباء عن إصابات. المراسل ذكر أن 7 طائرات حربية قصفت مدنا وبلدات في ريف حمص الشمالي للمرة الأولى بعد هدوء نسبيا دام عدة أشهر، فيما أعلنت فصائل المعارضة عن صدها لهجوما لقوات النظام استهدف عدة جبهات في ريف حماة الجمالي الجنوبي، وتمكنوا من تدمير عدد من الآليات وقتل أكثر من 25 عنصرا من قوات النظام. أكد بيان القمة العربية بدورتها 29 في المملكة العربية السعودية على عروبة القدس وإدانة التدخلات الإيرانية والمطالبة بوقف أعمال الإرهاب بحق أقلية روهينجا المسلمة في ميانمار. القمة عقدت على مستوى القادة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي في مدينة الظهران برئاسة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، حملت اسم قمة القدس. يشمل البيان على 29 قرارا تشدد في أغلبها على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام النشرة، عودة الآن لاستكمال بقية سوريا اليوم مع نور هدى مراد. إلى اللقاء.
أهلا بكم مشاهدينا في سوريا اليوم وفي حلقة الليلة في محورنا الأول. يتجدد الاقتتال بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا في أكثر مناطق المعارضة كثافة سكانية. اقتتال فشلت مبادرة جديدة من إطفاء ناره، وكانت فرصة لترتيب الأطراف لأوراقها تمهيدا لهجوم جديد، هجوم يتزامن بدوره مع تهديدات من حليف النظام البارز إيران نحو إدلب. وفي محورنا الثاني نناقش الضربة الجديدة التي تعرضت لها ميليشيات موالية لإيران في دير الزور، استهداف لم يحمل في طياته أدلة حول الفاعل، ولكن تشابه المصالح يسمح بتوجيه أصابع المسؤولية لعدة أطراف. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تجددت الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا بعد هدوء مؤقت تخللته مبادرة جديدة آلت إلى ما آلت إليه سابقتها. دخان الاشتباكات الذي لا يخفي ما يحضر لإدلب من الخارج مع وضعها على قائمة الأولويات للنظام وحلفائه بعد الغوطة. نشاهد التقرير التالي مشاهدينا الكرام، ثم نعود لمناقشة هذا المحور مع ضيوفي لهذه الليلة. عادت رحى المعارك من جديد إلى مختلف مناطق إدلب بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا بعد هدوء لما يقارب 10 أيام فشلت خلاله محاولة حل الخلافات الدامية بين التشكيلين الأكبرين في إدلب وأرياف حماة وحلب. هجوم كبير شنته عناصر هيئة تحرير الشام أسفر عن السيطرة على العديد من القرى والبلدات وبعض المدن البارزة كخان شيخون ومورك ومعبرها، فيما فشل الهجوم على معرة النعمان. ضحايا مدنيون قضوا في تجدد المواجهات التي أخذت كما العادة منحا عنيفا استخدم فيه كامل صنوف الأسلحة المتوافرة ما خف منها وما ثقل، في إطار صراع لا يرى في الأفق نهاية له مع تشبث كلا الطرفين بنظرته للحل. الحل غير المتوافر رغم تعدد الجهات الوساطية من فصائل وفعاليات دينية وأخرى مدنية. الاشتباكات المتواصلة منذ 20 من شباط الفائت مع بعض الاستراحات المؤقتة التي كانت بمثابة فرصة لكلا الطرفين لإعادة ترتيب الأوراق وتجميع الذخيرة للانطلاق نحو جولة جديدة من القتال. هذه الاشتباكات تتزامن مع أوضاع مربكة إضافية تعايشها إدلب التي استضافت ما يزيد عن 30,000 مهجر من الغوطة الشرقية، وتقف اليوم في مواجهة تهديد صريح من أبرز حلفاء النظام السوري، ألا وهي إيران التي تعتبرها الهدف العسكري التالي. التهديدات الإيرانية التي يبدو أنها من الجدية بمكان ما دفعت بفرنسا عبر وزير خارجيتها للتحذير من كارثة إنسانية تحيط بإدلب، إدلب التي يتردد اسمها في تركيا كثيرا على أنها منطقة نفوذ تابعة لها وتحاول حمايتها عبر نقاط مراقبة. فهل من منفذ لإدلب من محنتيها الداخلية والخارجية؟ مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو العقيد أحمد حمادة الخبير العسكري، وأيضا مع السيد رامي الدالاتي الباحث السياسي. أرحب بك سيد دالاتي. وبداية، يعني الهدنة التي حدثت بمبادرة اتحاد المبادرات الشعبية، ما هي أبرز أسباب فشلها برأيك؟ يعني لا سيما أنه سبقتها هدنتين آخرتين أيضا يعني لم تتوجا بالنجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لا يمكن أن نتحدث عن فشل حقيقي، ربما هو فشل مؤقت خلال الساعات القادمة قد يمكن تداركه، وأنا في طريقي إلى سوريا مع بعض الشخصيات لعلنا نستطيع أن نقف حقيقة على بعض الحيثيات. منذ حوالي 24 ساعة كانت النقاط إيجابية وكانت تسير نحو الاستقرار، ولكن تدخل بعض الأطراف التي لا ترغب بشكل جدي في حل النزاع، لا يمكننا حديث حقيقة الكلام بتفصيلات أكثر لأن نحن طرف من الحل، فلا ينبغي أن نتورط أو أن نورط. يعني هو فقط من أجل أن نبين للمشاهدين إذا كان هناك أطراف فعلا تحاول التدخل بشكل سلبي في هذه المنطقة الحساسة الآن بالنسبة للسوريين بسبب كثافتها السكانية. طبعا الحقيقة تتدخل في هذا الخلاف عوامل داخلية، عوامل ذاتية، وتدخل أيضا نكون صريحين
عوامل خارجية، تتدخل أطراف خارجية دولية في تغذية هذا الصراع أو هذا الخلاف الموجود بين الأطراف المتعددة، مع الإشارة بكل صراحة وموضوعية أن الأسباب الداخلية هي الأصل في هذا الخلاف، وأن ما أشار له السيد عمر حذيفة اليوم فيه كثير من الصواب، من أن المنطقة الساحة في شمال سوريا هي عرضة للخلاف حول معابر وحول مقرات وحول تفاصيل. المشكلة بشكل مباشر لا علاقة لها، يعني هو ربما السيد حذيفة ربما حمل المسؤولية الأكبر لهي تحرير الشام. يعني طبعا هذا ربما يكون وجهة نظره، هو محل احترام كوسيط، ونحن نحترم هذه وجهة النظر بشكل كبير، ربما هو محق في جزء كبير من هذا الموضوع، لكن فيها مثل هذه الحالات أعتقد أنه كان من المبكر صدور مثل هذا البيان من السيد عمر حذيفة، ولا سيما أن جهود الصلح موجودة. لكن أعتقد أن الضغط الكبير الذي يمارس على الإخوة الوسطاء في هذه الظروف ربما هو الذي دفعهم إلى نوع من الاستفزاز الذي بدأ من خلال هذا البيان. هي ضغوط خارجية يعني؟ أنا أعتقد أنك ضغوط من بعض النشطاء الثوريين، ضغوط من بعض النشطاء الثوريين على فيلق الشام باتت واضحة وممنهجة لاتخاذ قرار قد يكون خطير، التورط بالدم في هذا الاقتتال سواء مع فتح الشام أو ضد فتح الشام. سيد رامي، يعني يبدو أنك قسمت الأمر إلى عاملين، يعني هناك عامل خارجي يتدخل ربما، وهناك أيضا عوامل داخلية وهي التي حملتها المسؤولية الأكبر. مثل ماذا هذه العوامل الداخلية؟ أعتقد أختي الكريمة أننا في الفترة الأخيرة منذ حوالي أكثر من شهرين قبل بدء الاقتتال الأخير كان الشمال السوري يميل إلى الاستقرار، وهذا حقيقة ساعد فيه دخول القوات نقاط التفتيش التركية بسلاسة وبيسر إلى مناطق شمال سوريا. هذا الاستقرار بين قوسين السوري التركي في شمال سوريا لم يرق لكثير من الدول. هذه الدول عبثت فعليا بآليات مالية وبآليات أخرى بالتواصل مع بعض الجهات في الداخل لزعزعة هذا الاستقرار الذي كان يميل باتجاه الأكثر هدوءا في الشمال السوري. نعم. كما قلت لك بعد دخول النقاط حقيقة هل يمكن أن هل يمكن سيد رامي أن نميل يعني إلى تسمية الأمور بمسمياتها أكثر؟ من الذي تقصد بهذه الأطراف التي الحقيقة أختي الكريمة الشمال السوري أصبح عرضة، انتقل الصراع من الشمال السوري إلى الصراع على الشمال السوري. كثير من الدول الإقليمية والدولية تحاول أن لا يستتب الأمر بنا باستقرار لحدود تركيا بشكل مباشر بين إدلب وبين الحدود التركية. هذا الاستقرار يعني هناك تدخلات من أطراف غير الطرف التركي؟ لا طبعا، التدخلات في الشمال السورية في هذا القتال قطعا هي ليست الطرف التركي، بل أنا أعتقد أن التدخلات المقصود منها هو زعزعة الاستقرار الذي قد ينعم به الشمال السوري بالتعاون مع الحليف التركي. هذا اللي أكون نعم. معك به سأعود بعد قليل لمناقشة ربما أو يعني تسليط الضوء على دور التركي في هذه المنطقة بشكل أكبر بعد أن أذهب إلى العقيد حمادة. يعني سيدي الكريم، ما هي الأطراف برأيك التي يعني لديها مصلحة اليوم في أن لا تكون هذه المنطقة مستقرة؟ السلام عليكم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. طبعا العدو الأول اليوم للثورة السورية وللاستقرار هو هذا الاقتتال، الاقتتال بين الفصائل، وجميع الفصائل اليوم مدعوة لأن تكون في حالة توحد وفي حالة جاهزية قتالية كاملة، وأن تترك وتنبذ هذه الفصائلية وهذه العداء المصطنع على معبر وعلى مقر وعلى إيديولوجيا معينة، والجميع هم أبناء هذا الوطن. اليوم الإيرانيون يتحضرون لشن هجوم على إدلب. علي أكبر ولاياتي عندما زار الغوطة الشرقية قال بأن الهدف التالي هو إدلب. على ماذا تتقاتلون وتتصارعون أيها الإخوة الأعداء؟ وإيران وقواتها وروسيا موجودة على الحدود. طب يعني سبب هذا الاقتتال طبعا أتوقع سبب هذا الاقتتال، ولا نزيد على الأخ رامي الدالاتي، بأن هناك الأسباب الداخلية هي الأساس. هناك منذ 20 شباط وكانت هناك اقتتال ما بين الجبهة، جبهة تحرير سوريا الوليدة التي هي يعني انبثقت عن تحالف بين أحرار الشام الذي كانت لهم منذ عام صراع على المعابر على باب الهوى وعلى كل المناطق الحدودية، حيث قامت هيئة تحرير الشام بطردهم من كامل الحدود من منطقة دارة عزة وحتى جبل التركمان. وكذلك هناك كانت حركة نور الدين زنكي التي هي إحدى مكونات هيئة تحرير الشام،
وانفصلت هذه الهيئة بعد صراع كذلك مع هيئة تحرير الشام، فتحالفت هيئة تحرير، فتحالفت نور الدين الزنكي ومع حرار الشام، وتم دعمها من قبل صقور الشام طبعا من أجل إعادة ما تم أخذه منهم أو سلبه من قبل هيئة تحرير الشام على منطقة دارة عزة. يعني قد تعتقد أن هناك خلافا داخليا يمكن تصنيفه بأنه داخلي بالمطلق، أم هو بطبيعة الحال يعني خاضع لعوامل خارجية؟ طبعا هذا الشكل، هذا الشكل هو خاضع لصراعات داخلية على معابر، على مقرات، على مصادرة، على حواجز، على ولا نخفي بأن هناك بعض المغذيات الخارجية لبعض الفصائل. هذه المغذيات لا أتوقع أنها هي الأساس في هذا الصراع، لأن هؤلاء المتصارعين اليوم والذين يعتبرون أنفسهم بأنهم إسلاميون وأنهم مواطنون ثوريون يحضرون من أجل قتال هذا النظام، فمن الطبيعي أن يكون بينهم أخوة ولا يكون بينهم شقاق، هذا هو الأمر الطبيعي. أما الأمر الغير طبيعي أن نرى هذا الاقتتال اليوم على معرة النعمان، على خان شيخون، على كفر سجنة، على كل هذه القرى، على معبر مورك، على مورك. لذلك إلى أين تذهبون؟ اليوم قتل 4 مدنيين أبرياء. نعم. في معركة أريد كنت أن أنتقل بهذه النقطة بالذات للسيد دالاتي، لسيما أنك سيد رامي يعني وصفت الأمر بأنه ليس خرقا كاملا للهدنة، لكن كما تحدث السيد حمادة كان هناك فعلا قتل مدنيين واستخدمت أسلحة ثقيلة، يعني كان اشتباكا كبيرا، يعني لم تكن مجرد مناوشات صغيرة. ما الذي فجر الوضع في هذه المنطقة إن صح التعبير؟ أختي الكريمة، حتى نكون موضوعيين أكثر ينبغي ألا نغرق في الجزئيات، في الحديث عن الجزئيات. هذا خلاف بين فصائل وسلاح، هناك آلاف قطعة سلاح متوفرة في الشمال، تعلمين في بعض المناطق تتداخل فيها العائلية بالفصائلية بالمناطقية، فلا يمكن الحديث بشكل دائم عن كل جزئية تحدث. أنا حقيقة كثوري سوري أتألم بشدة، وكوسيط حقيقة في حل هذا النزاع أتألم بشدة لقتل أي إنسان في التراب المحرر على أيدي الفصائل بشكل أكثر بكثير مما أتألم على أيدي النظام. لكن حقيقة نحن نسعى الآن باتجاه حل، الحل سيضمن استقرار الشمال السوري. ما ينبغي أن نبحثه هو الحديث بالمجمل عما يأتي. ما هي العقبات أمام حل كهذا؟ نعم. أقول لك بصراحة أختي، أول محدد أنه لا أساس لأي صراع أيديولوجي في الشمال السوري، لنكون صريحين وواضحين أن هناك هيئة تحرير الشام لديها صراع فكري حول إيمان أو كفر أو شيء من هذا، لا. الواقع أننا حتى ليل أول البارحة كنا نتحدث عن مصالحة، وكانت الفصائل جميعها متصالحة حتى مع قيادة هيئة تحرير الشام. إذن الحديث ليس حديث عن صراع إيديولوجي إطلاقا، الحديث هو عن صراع مناطقي، عن قدرة على الاستيلاء، عن قدرة إعادة الثقة التي أسقطها سقوط أول قطرة دم بين الفصائل السورية، أزمة الثقة الموجودة بين الفصائل هي التي تحول دون أي عملية استقرار في الشمال السوري. الحقيقة تتحمل جميع الفصائل، ربما تتحمل تحرير الشام الجزء الأكبر من هذا كما يقول الأستاذ حذيفة، لكني بحكم القرب المباشر من الوساطة أقول أن الجميع متورط بطريقة أو بأخرى، سواء في اللقاءات هيئة تحرير الشام كانت تبدي مركزية شديدة في التعاطي مع الحل، ما تبقى من قيادة أحرار الشام حقيقة جادون في الحل، لكن أحيانا نشعر أنهم غير قادرين على تنفيذ بعض الحلول. نور الدين الزنكي يعني هو الحديث ربما عن أن هيئة تحرير الشام هي من يعني تؤجج الموضوع كونها قامت بالهجوم سابقا على ما يقارب 16 فصيلا. هيئة تحرير الشام لم تكن تملك القدرة على القيام بقتال 16 فصيل كما يقال دون تواطؤ كل الفصائل الأخرى من أحرار الشام إلى الفصائل الأخرى إلى صقور الشام. أنا كنت عضو في المجلس العسكري لمدة 4 سنوات وأعرف كل التفاصيل. الحقيقة كان هناك حالة من الشيطنة الممنهجة لجبهة النصرة ثم لهيئة تحرير الشام بحجة أنها قادرة على استئصال أي فصيل، لكن كان هناك تواطؤ واضح ضد حركة حزم وضد جمال معروف وكل هذه يعني الموضوع سيد بشكل أشمل إلى أين يؤول الشمال السوري ودون الخوض في هذه التفاصيل، لأنه لا يمكنك ونحن كجزء من التحكيم لا يمكنك أن تتحدثي بتفاصيل وأن تصدري حكم يقيني على قضية لم تشهديها بشكل مباشر، ولا يمكنك أن تقارني ما الذي أطلق النار في تلك المنطقة، لأننا تورطنا في أكثر من مرة في بعض الأحكام ثم تبين لنا أن كلامنا لم يكن دقيقا. الهجوم اليوم هيئة تحرير الشام من أعلن فعلا هجوم اليوم كان إمكانية اليوم كان من هيئة تحرير الشام بشكل واضح، لكن قد تتحدث عن هجومات سابقة كانت لفصائل أخرى
من الزنكي ومن أحرار الشام، هذه الفصائل التي أخذت بعض الأراضي التي كانت سابقا مع هيئة تحرير الشام مثل دارة عزة وغيرها من المناطق الأخرى، اليوم هي مع فصائل أخرى. إذن من هاجم هذه المناطق؟ إذن أنا لست بصدد الدفاع في أي لحظة هنا عن هيئة تحرير الشام ولا عن أخطائها ولا عن مجازفاتها ببعض القرارات، لكن أنا فعلا ضد شيطانة هذا الفصيل بهذه الصورة التي تصور في الفترة الأخيرة رغم كل ما يرتكبه من أخطاء. أنا من دعاة الواقعية في التعامل مع هيئة تحرير الشام. سيد حمادة، أريد أن أنتقل إلى نقطة أخرى، وهي هل يمكن أن يعقد وجود جيش الإسلام الآن في منطقة قريبة وهي جرابلس وأيضا فيلق الرحمن في ريف إدلب المشهد في هذه المنطقة؟ هل من الممكن أن يكون هناك اصطفافات جديدة؟ يعني لاسيما أن السيد رامي تحدث عن الجانب الإيديولوجي، وكان هناك تصريح من أحد شرعي جيش الإسلام أو تغريدة على تويتر أنه ربما الله اختار لهم أن يأتوا إلى أسس الغلاة. يعني هل يفتح هذا جبهة ربما أو يمكن أن نتوقع قتالا جديدا؟ طبعا اليوم جيش الإسلام الذي تم تهجيره من مع السكان الغوطة الشرقية بعد اقتتال دام لمدة سنتين مع فيلق الرحمن ومع هيئة تحرير الشام في تلك المنطقة، نذكر اليوم من يتقاتل على معرة النعمان وعلى خان شيخون وعلى معابر مورك بأن هؤلاء الذين اليوم تم تهجيرهم إلى محافظة إدلب والذين أصبحوا بين ظهرانيكم لقد كان لهم قوة وبأس شديد في الغوطة الشرقية، ولكن اقتتالهم فيما بينهم أوصلهم إلى تلك الأماكن. ولكن عليكم اليوم أيها المتقاتلون أن تبحثوا إلى أين ستذهبون إذا وقعت الواقعة وقامت قيامة إدلب في هذه المنطقة. أما بالنسبة لجيش الإسلام، الجيش الإسلام اليوم أتى إلى المنطقة الشمالية إلى إدلب وإلى جرابلس، أتى بلا مخالب، لا يوجد لديه أسلحة، لا يوجد لديه أي شيء، اليوم يبحث عن مأوى، عن مصدر معيشة لكي يعيش في هذه المنطقة. تم تجريده من الأسلحة في الريف الشمالي من قبل بعض الفصائل، وحتى في محافظة إدلب من لجأ إلى محافظة إدلب لا أتوقع بأن لديه القدرة القتالية على استئصال أس الإرهاب ولا أس التطرف ولا الغلو. لذلك هؤلاء أتوا واليوم لا يوجد معهم أسلحة ولا يوجد معهم دعم. نعم لقد قاتلوا داعش وقاتلوا بعدها هيئة تحرير وصلت الشام الفكرة. سيد حمادة، سيد دالات، يعني إذا قامت إيران فعلا بما تهدد به وأنها يعني إدلب هي المنتظرة الآن على قائمة أولوياتها ربما في سوريا، كيف سيكون؟ يعني كيف ترى المشهد وكيف سيكون وضع الفصائل وبنادقهم إلى أين؟ أنا أعتقد أن التصريح الإيراني لا يمكن أن يفهم إلا ضمن السياق الدولي الذي يجري. الإيرانيين هم لا يوجهون تهديد مباشر إلى فصائل الشمال السوري بمقدار ما يوجهون رسالة مباشرة إلى الأتراك الذين اصطفوا اصطفافا واضحا مع الضربات الغربية باتجاه معسكر النظام الموالي مباشرة للإيرانيين. أعتقد أن الرسالة إلى إدلب هي رسالة للإخوة الأتراك الذين اتفقوا مع الإيرانيين ومع الروس على أن دخول نقاط التفتيش التركية إلى مناطق إدلب بحيث تعزلها عن الوسط الخارجي من بقية سوريا سيحول دون تدخل أي جهة بما فيها النظام، وهذا الذي لاحظناه عندما هاجم النظام نقطة سراقب ودخلت النقطة التركية فجلست مقابل النظام بشكل مباشر، توقف النظام ولم يستطع أن يتقدم ولا متر، ثم عاد سوري الحسن واتجه إلى الغوطة. أعتقد أن الإيرانيين غير جادين بشكل مباشر، أو دعني أقول لك بشكل صريح أن الروس لن يسمحوا للإيرانيين أن يخوضوا حربا مباشرة برية تتم فيها اجتياح مدينة إدلب. هذه قرارات دولية لا يمكن التجاوز عليها. كيف يمكن قراءة دورها في هذه المنطقة؟ هل تريد مثلا هل تدعم فصائل معينة؟ الأمر الآخر أخي الكريم لو سمحتي، أن الأتراك لن يسمحوا أن يشن أي جهة هجوم فعلا بري كاسح على منطقة إدلب. منطقة إدلب هي أصبحت جزء من الأمن القومي التركي، هي النقطة الحدودية، ولا يمكن أن يسمح الأتراك بحال من الأحوال أن يصل الإيراني إلى معبر باب الهوى أو أن يملك القدرة مباشرة على تهديد الحدود التركية بشكل واضح. والحلف الذي جرى منذ أسبوعين، حلف بوتين أردوغان روحاني، هذا حلف ليس بالحلف الصلب، هو أقرب إلى الحلف الهش، هو حلف قوي اقتصاديا وقوي مقابل الحلف الغربي، لكنه من الناحية
العسكرية ومن الناحية الأيديولوجية غير متفق إطلاقا في قضية شكل الحل النهائي في سوريا، هو متفق على شكل الدستور على محددات نعم. عامة نعم. في سوريا. سيد دالاتي اسمح لي أن أذهب إلى ضيفي، سينضم إلينا عبر الهاتف السيد عمر حذيفة الشرعي العام في فيلق الشام. أرحب بك سيد حذيفة، وبداية يعني أعود معك للنقطة التي انطلقنا منها في بداية هذا المحور، وهي برأيك ما هو السبب الذي أدى إلى خرق الهدنة التي كانت قائمة اليوم والعودة إلى الاقتتال؟ حياكم الله. على كل حال بقضية الهدنة وخرق الهدنة، الأمر الذي حصل حقيقة هو خلافات بسيطة بعد أن كنا تقريبا اتفقنا على أكثر من 90% من الأمور التي ينبغي أن يتفقوا عليها فيما بين الأخوة الأطراف. للأسف هناك بعض الأمور التي ما كان ينبغي لهم أن يختلفوا عليها حقيقة، لأن دماء الناس ومصلحة الساحة هي أغلى بكثير من هذا الأمر، إلا أن بعض الأمور التي يمكن ما هي أبرز نقاط هذه الخلاف سيد حذيفة؟ حقيقة الأمر ما كان يظهر هي خلاف على نقاط، خلاف على نقاط، هذا لي وهذا لكم، هذه بصريح العبارة حتى لا تتشعب الأمور. وأظن أننا عندما تكلمت أنا وكتبت شهادتي فكانت الأمور واضحة بالتأكيد، هذا لي وهذا لكم، وهذا الأمر قد أنا أحتج على حقوق قديمة وحقوق جديدة. فالإخوة الأحرار كان لهم حقوق قديمة متفق عليها، لم تستجب لها الإخوة في هيئة تحرير الشام، استجابت لكثير منها لكن لم تعطيها الحقوق المترتبة عليها بالكامل. أيضا هيئة تحرير الشام كانت تعتبر أنها خسرت بعض المناطق في المعركة الأخيرة، عليها أن تعود إليها، فإما أن تعود بالتراضي والتوافق وإما أن تعود بغيرها. لذلك كنا حريصين على أن نتمم الاتفاق بالتوافق وبالتراضي فيما بين الأخوة حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المرحلة في هذا الوقت الخطير والعصيب، والذي يعني يترصد إليه أعداؤنا من الداخل ومن الخارج، لأن يشغلوا الساحة فيما بينهم ويغضوا على الساحة، أن يغضوا على الساحة من أبنائها بأبنائها. نعم. نقطة أخرى سيد حذيفة كنت أود أن أعرف رأيك فيها، وهي يعني إلى أي مدى هذا الخلاف هو داخلي بحت، أم أن هناك ربما أطراف خارجية أيضا تغذي هذا الخلاف القائم؟ أعتقد أن هذا الخلاف لم يكن وليد هذه اللحظة، وإنما هو وليد سنوات من بداية الثورة، عندما يعني كانوا يختلفون على بعض الأمور. قد يكون هناك بعض الأطراف الخارجية لكنها لم تظهر بشكل جلي، وأنا أستبعد أن الدول قد يكون هناك بعض الدول كما قلت، لكن كما قلت يعني لم يكن هذا واضح يعني بشكل واضح 100%، لكن للأسف أن هذا كان واقع ولم نستطع على استدراك هذا الأمر في حتى المرحلة الأخيرة. الأخ الدكتور رامي الذي نرحب به معك أيضا بارك الله فيه، كان له دور كبير حقيقة في رأب الصدع، وما زال يعني يعمل في هذا الاتجاه، ونرجو من الله أن يعني. طب سيد حذيفة، ما هي آفاق الحل المطروحة الآن، يعني لا سيما أنها هذه المرة الثالثة خلال شهر أو أكثر من شهر بقليل التي يتم يعني فيها عقد هدنة ومن ثم يعني انفصام عرى هذه الهدنة؟ أختي الكريمة، يعني بشكل عام الخلاف قد يقع ما بين الأخوة لكن سرعان ما يعود، إلا أن يعني الأمر هنا معقد إلى حد معين. أحد الأطراف أو جبهة تحرير سوريا، وهذا يعني أظن أنهم كانوا متخوفين وما زالوا متخوفين، بل الساحة كلها متخوفة من المشروع الذي تتزعمه أو ترأسه هيئة تحرير الشام، والذي صبغ بالسواد عند المجتمع الدولي وصبغ بالإرهاب، وبالتالي الاقتراب منهم والعمل معهم قد يسبب لهم خشية وضرر. لذلك هم حقيقة تحفظوا في الفترة الأولى على أن يعملوا سويا في حكومة واحدة، إلا أنهم في الفترة بنهاية الاجتماعات توافقوا على أن يدخلوا أو على أن يضعوا آلية لدخول في الهيئة التأسيسية وبناء
الحكومة وترميم الحكومة والمشي والمضي فيها على نعم ما هي عليه. نعم أشكرك شكرا جزيلا السيد عمر حذيفة، وبالتالي يحولوها من السواد إلى الخضار لتكون مشروع سوريا الحرة الجديدة. السيد عمر حذيفة الشرعي العام في فيلق الشام كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا، وشكر موصول لك أيضا سيد رامي دالاتي الباحث السياسي كنت معنا في الاستوديو. السيد العقيد أحمد حماد الخبير العسكري مستمر معي لنهاية سوريا اليوم. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعده لمتابعة محاورنا، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قالت شبكة فرات بوست إن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن شن غارات عديدة في دير الزور لاستهداف مواقع عسكرية تتبع للنظام والميليشيات الإيرانية، لكن الإعلام الحربي التابع لحزب الله سارع بنفي هذه المعلومات مؤكدا استقرار هذه المواقع وعدم تعرضها لأي غارات جوية. الجدير بالذكر أن مدينة دير الزور شهدت مئات الضربات الجوية في الأيام الماضية لاستهداف مواقع تنظيم الدولة في البكمال. التقرير التالي يجيب على أهمية هذه المدينة وسباق الدول والإقليم للسيطرة عليها. عقدة الوصل بين سوريا والعراق، وهي وصل بين دمشق ومدينة حمص من الجهة الشرقية. إنها دير الزور بموقعها الاستراتيجي والذي يجعلها مسرحا للتحركات المتسارعة للقوى الإقليمية والدولية. تقول شبكة فرات بوست إن التحالف الدولي شن غارات لاستهداف مواقع عسكرية تابعة للنظام والميليشيات الإيرانية، وكذلك موقعا للبحوث العلمية إلى الغرب من المطار والذي يتمركز فيه الحرس الثوري الإيراني. ينفي الإعلام الحربي لحزب الله صحة هذه الأنباء واصفا الأمر بالمستقر، والنفي هنا لا يلغي تواصل الضربات الجوية التي تقودها واشنطن لمواقع تنظيم الدولة الإسلامية بالقرب من البوكمال المحادية للحدود السورية العراقية، بل إن التحالف شن قبل شهر من الآن غارات استهدفت النظام وميليشياته بالقرب من الصالحية، ناهيك عن قتل العشرات للمرتزقة الروس في 7 فبراير، وذلك بعد محاولتها التقدم نحو مواقع نفطية. إنها المواقع التي كان يعتمد عليها تنظيم الدولة قبل خروجه من المدينة وانحساره في الريف، وإنها المواقع التي يتسابق المتصارعون عليها حتى ولو على حساب المدنيين، حيث تؤكد مجموعة إيرور ومقرها لندن أن أكثر من 5911 قتلوا في غارات التحالف الدولي. النظام وحلفائه الإيرانيون يسعون جميعهم للسيطرة على مدينة دير الزور وريفها بديلا عن معبر التنف الذي تسيطر عليه واشنطن، سيطرة تريدها إيران بوسط طهران ببيروت عبر العراق وسوريا. لكنه الهدف الذي يجتمع على رفضه عدة أطراف أبرزها واشنطن وإسرائيل، وبالطبع سيكون معهم أكثر من 60 دولة يتفقون مع التحالف الدولي في سوريا. إنها دير الزور من هول القصف والحصار والنزوح إلى هول السباق الدولي عليها. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من غازي عنتاب الصحفي السيد سامر العاني. أرحب بك سيد العاني، وبداية يعني المصادر الإعلامية التي تحدثت عن هذا القصف نسبته إلى التحالف الدولي، لكن في ظل عدم تبني لأي جهة هذا القصف، هل يمكن أن يكون هناك يعني جهات أخرى لها المصلحة بالقيام به باستثناء التحالف الدولي؟ طبعا في البداية تحية لكم وللسادة المشاهدين. يعني هي تعتبر شبكة فرات بوست من أهم الشبكات والأوسع في دير الزور التي تنقل الأخبار، ولها مصادر يعني لها مصادر كثيرة في دير الزور. لذلك يعني أنا شخصيا أثق بجزء كبير مما تنقله هذه الشبكة. المسألة في دير الزور أن شرق نهر الفرات يسيطر عليه الأمريكان ويسيطر عليه قوات قسد، غرب نهر الفرات يسيطر عليه الإيرانيون والنظام، وجزء بسيط يسيطر عليه الروس. إذن ما هي الدول التي يمكن أن تقصف في مناطق؟ يعني كان هناك حديث مثلا عن مصالح إسرائيلية للقصف في هذه المنطقة.
نعم سيد العاني، كان هناك حديث عن أنه من الممكن أن تكون هناك مصالح إسرائيلية في قصف هذه المنطقة، حتى من الممكن أن تكون هناك أيضا يعني طائرات روسية يعني يمكن أن يكون لها مصلحة أيضا في قصف هذه المنطقة. هذا ما أريد يعني نقاشه ورأيك فيه. لا أبدا، الطائرات الروسية لا يمكن أن يكون لها مصلحة بقصف مواقع لإيرانية أو لميليشيات إيرانية. يعني سبق أن حدث هذا ربما منذ قرابة عامين، سبق أن حدث من أهم الأمور. نعم عفوا، من أهم الأمور التي ذكرها تقريركم هو معبر البوكمال. الإيرانيين لهم مشروع في المنطقة اسمه فجر 3، وهو وصل طهران ببيروت. هذا الوصل لا يكون إلا عن طريق السيطرة على معبر البوكمال، وهذا أس المشكلة بالنسبة للأمريكان وبالنسبة للإسرائيليين. أنتم تعرفون أن فتح هذا الطريق يعني تزويد حزب الله بصواريخ سام التي سيهدد فيها كما يعتبره الإسرائيليون الأمن القومي الإسرائيلي، وبالتالي أيضا إسرائيل لها مصلحة. لكن أنا بعد الضربة التي تمت من قبل التحالف الثلاثي لا أعتقد أن إسرائيل وصلت إلى موقع البحوث العلمية، وهو الموقع الذي يقع ما بين مطار دير الزور وهرابش، منطقة هرابش. هذه المنطقة من الممكن أو من المحتمل الكبير أن من قصفها هو طائرات التحالف الدولي، وخصوصا الأمريكان الآن يريدون إخراج إيران من المنطقة تماما، يريدون إخراج إيران أو تحجيم إيران في المنطقة، لا سيما بعد قبل 12/5 القادم موعد نهاية مهلة ترامب للخروج من الاتفاق النووي الإيراني. وبالتالي لا أعتقد أن هناك طرف يمكن أن يقصف هذه المنطقة سوى هذا التحالف. الأمر الآخر، أنتم تعلمون أن ترامب قال بعد قصف 103 صواريخ أن هذه الموجة الأولى، يعني هناك موجات أخرى، ليس بالضرورة أن تكون الموجات الأخرى هي قصف بمئات الصواريخ. أذهب بهذه النقطة للسيد حمادة أيضا. نعم سيد حمادة، هل تعتقد أن هذا القصف فعلا هو الموجة الثانية ربما من ما حدث أمس في دمشق وعدة مواقع أخرى؟ طبعا لأهمية منطقة دير الزور جغرافيا واقتصاديا وكذلك حدوديا، يعني محافظة دير الزور هي على الحدود العراقية، وهذه الحدود التي تسعى إيران وميليشياتها للسيطرة عليها من الجانب العراقي ومن الجانب السوري من أجل بناء طريق طهران بيروت. وهناك بعض المعلومات بأن تم التعاقد مع بعض الشركات لإنشاء هذا الأوتوستراد بطول 1100 إلى 1200 كيلومتر. طبعا هذا يزعج قوى التحالف التي على رأسها الولايات المتحدة التي هددت أكثر من مرة ستقوض النفوذ الإيراني في تلك المنطقة، وسبق للولايات المتحدة أن ضربت الميليشيات الإيرانية عدة مرات في حاجز الزازة وفي أماكن أخرى. كذلك قامت قوات التحالف بضرب مجموعات واغنر ومجموعات ميليشياوية التي حاولت للتقدم من إلى منطقة حقل الكونيكو. طبعا قوات التحالف لم تعلن مرة بأنها قصفت في هذه الأماكن، فكان كل قصفها بطرق صامتة، يعني يتم الضرب وتنتهي المسألة. كذلك إسرائيل لها مصالح في هذا الضرب، ولكن من المرجح بأن هذه المنطقة هي منطقة عمليات ما بين الروس وما بين الإيرانيين، فأن أي طائرة ستخرق هذه المجالات سيكون لها كشف راداري من قبل أجهزة الرادار الروسية وكذلك قوات النظام وكذلك قوات التحالف. فيجب التنسيق، إذا كان هناك ضربات إسرائيلية فيجب التنسيق على الأقل مع قوات التحالف. إذن هناك هدف مشترك لهذه الضربات ما بين إسرائيل وما بين قوات التحالف. ربما تكون هذه الضربات ليست ضربات جوية من الطائرات، ربما صواريخ، وللولايات المتحدة وللتحالف الذي تقوده من فرنسا وغيرها القدرة، خاصة بأن بعض السفن والمدمرات قد أصبحت في مياه المتوسط، وصواريخ التوماهوك هي تمشي على مسافة 2050 سيد العاني كيلومتر. سيد العاني والسؤال لك، هل يمكن أن يكون هذا بداية لملامح حسم معين في هذه المنطقة التي تتقاطع فيها نفوذ يعني مجموعة من الأطراف الدولية الموجودة في سوريا، حتى يعني يتم تشبيهها ببرلين الشرق الأوسط؟
نعم، دير الزور طبعا لها خصوصية وخصوصية كبيرة، إذ تعتبر هي السلة الغذائية لجزء كبير من سوريا، السلة الاقتصادية، النفط وغيره. يعني مناطق شرق الفرات تعتبر هي مناطق سوريا المفيدة. الآن بعد أن تم تأمين هذه المنطقة من قبل الأمريكان أو من قبل التحالف الدولي وعلى رأسهم الأمريكان، وتم قطع أي طريق على الوصول على النظام والإيرانيين الوصول إلى هذه المنطقة، لا سيما بعدما قصفوا عدة مرات لواء الباقر عندما حاول التقدم إلى أكثر من حقل نفطي وعلى رأسها حقل عمر. الآن بعد تأمين هذه المنطقة أصبحت عين التحالف الدولي وعين الأمريكان على مناطق غرب الفرات. الأمريكان يريدون أيضا السيطرة على منطقة غرب الفرات، وبالتالي يستطيعون تأمين كامل الحدود، يستطيعون تأمين مناطق أوسع، يستطيعون السيطرة أكثر استراتيجيا، يستطيعون التحكم أكثر عسكريا أيضا. كل هذه الأمور تجعل الأمريكان ينظرون إلى مناطق غرب الفرات. كيف يستطيعون أخذ مناطق غرب الفرات؟ لا تستغربوا مستقبلا ألا تخضع مناطق غرب الفرات إلى تفاهمات أخرى ربما مع الطرف التركي وما إلى هنالك؟ عفوا، مناطق غرب الفرات ألا تخضع لتفاهمات أخرى لا سيما مع الجانب التركي؟ لا، نحن نتحدث عن مناطق غرب الفرات في منطقة دير الزور. أنتم تعلمون أن مدينة دير الزور يشطرها نهر الفرات إلى شطرين، فتنقسم إلى مناطق شرق الفرات وغرب الفرات، وهنا لا أتحدث عن شمال سوريا، أنا أتحدث عن المنطقة الشرقية. فمناطق غرب الفرات في دير الزور أصبحت لها خصوصية لدى الأمريكان. لا تستغربون مستقبلا، يعني في الفترة القريبة القادمة، أن تسمعوا أن داعش سيطرت على منطقة البوكمال، وبالتالي يتمكن الأمريكان والتحالف الدولي من شن ضربات على داعش في البوكمال وانتزاع البوكمال. أشكرك، شكرا جزيلا. ويسيطرون على منطقة البوكمال وصولا إلى مطار دير الزور. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي السيد سامر العاني، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من غازي عنتاب، وشكر موصول لك العقيد أحمد حماد الخبير العسكري ضيفي في الاستوديو. مشاهدينا الكرام، لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني syria.tv. إلى اللقاء.